حابين ان نستمر على اساس المحبه والالف في البلد تبعتنا. هي البلد الوحيد او القريه الوحيده بفلسطين مش باسرائيل اللي فيها اربع طوائف وفيها محبه والناس بتحب بعض. احنا بنحب ان نعود لجذورنا للمحبه وللمعايده. احنا من كلمات مختصره نطلب من الاب انطون عشيني انه يحكي كلمته ويتفضل. وبالتالي العيد هو عيد الكل، عيد هالبلد، كل شيء بخص هالبلد هو بخصنا كلنا، واللي عم بربطنا هو شيء اساسي، المحبه، محبتنا لبعض، محبتنا لهالبلد، والعطاء اللي احنا دائما عم نضحي حتى نعطيه لاولادنا باجمل ما يمكن حتى نكمل باستمراريه التربيه الطيبه اللي بادرت فيها من سنين وايام، وبدنا نحافظ عليها حتى تكون مستمرة بعلاقتنا الطيبة بمحبتنا لبعض. إن شاء الله للجميع كل عام وأنتم بخير. المسيح قام، حقا قام. طبعا المسيح هو للكل، هو رسول السلام، رسول السلام، وهاي الرسالة حملنا إياها حتى نكمل في توصيلها لكل حبايبنا اللي بحبونا واللي ما بحبونا. مهم جدا نوصل هالسلام حتى احنا نخلق السلام بعلاقتنا، برباطنا، بوحدتنا. ان شاء الله بتدوم على الجميع. امين. كل عام وانتم بخير. انتم لستم ضيوف، انتم اصحاب بيت. في البقيعه ما تعودنا يكون في اما ضيوف، كلنا اخوان. اينما حللنا نحن اهل واخوه. يسرني في هذه المناسبة السعيدة أن أتذكر سنوات 66 67 68 بالتحديد، عندما بدأ طيبو الذكر رحمهم الله حبيبنا وصديقنا أبو سلمان يوسف سلمان، وحبيبنا وصديقنا أبو فريد سلمان الدين، وحبيبنا وصديقنا سلمان يوسف بكري الله يرحمه. هذول أول ما بادروا إن تكون في علاقة معايدة بين الشباب بأهل البقيع، وفعلا عملناها يومها، وكنا نعايد بعضنا كثير، نسهر عند بعضنا وننام عند بعضنا ونلعب مع بعضنا ليلة عيد الفصح، كل واحد ينام عند واحد. بنحييكم على هاي الخطوة، إن شاء الله بتستمر. الأعياد دائما قدامنا، إحنا فرحنا هو فرحكم وفرحكم هو فرحنا. نسعد لوجودنا مع بعض وللألفة اللي بيناتنا. طبعا دكتور رئيس المجلس غازي فارس بكلل هذا الحضور بوجوده معنا، وبنشكره على تفرغه لمثل هذه الأمور الاجتماعية. ويا ريت رؤساء المجالس ورجال الدين وعامة الشعب بيتفرغوا للأمور الاجتماعية والثقافية اللي هي بتربطنا مع بعض. احنا جيل كل شرب مية العين عين البلد، وكل واحد بيشرب مية عين البلد بيظلوا يحن للبلد، للبلد القديم، للشوارع، للأزقة. وإن شاء الله بنظلنا دائما عند بعض. وقريبا بعد ثلاثة أيام أربعة أيام بتكون زيارة مقام النبي شعيب. نتمنى لكم زيارة موفقة وعودة سليمة وزيارة مباركة، وكل عام وانتم بخير للجميع. لحظة بس، شيء واحد بدي أوضح، إنه كان المفروض إنه أبونا الياس العابد يكون معنا اليوم، هو مسافر، وحسب التخطيط الأولي كان لازم يوصل على 7:30، ولكن تلفن لي حوالي متفائلين ومنهني أنفسنا، لأنه إحنا عشنا في الصغر وإحنا نلعب مع بعض بعيد الفصح. هذا نروح نتفاقس بالبيت مع بعض ونلعب ألعاب كثيرة. هاي تقريبا صار سنين مقطوعة أبو سعاد، وبعيدين عنها، كل واحد يمشي بحياته. ف احنا حبينا طبعا برئاسة الدكتور والمبادرة منه كانت انه نرجع الوحدة المتكاملة في قلب هاي البلد. زي ما تفضل الاخوان، هي البلد الوحيدة في فلسطين اللي بتجمع اربع طوائف.
فبالمبادرة من الدكتور حط عليه إنه البلد ترجع تأكل من نفس الصحن وتشرب من نفس العين وتظل على نفس الطريق الصحيح. واللي بيجمع الإخوان شغلتين، أولاً المعايدة على بعضنا البعض بالمناسبات، وثانياً العمل التطوعي الذي يجمعنا مع بعض، هذا بقرب القلوب وهذا بحبب الناس ببعضها. وإحنا لازم نرجع بوحدة وطنية متآخي في هاي البلد منشان نحافظ على حقوقنا بالمبدأ. الله يوفق الجميع ومشكورين، ونشكر الدكتور على المبادرة الجميلة اللي بدأها فينا، وإحنا نقول كل عام وانتم بخير ولا جماعة.